أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا الأخيرة، أفكار تم ترجمتها لمشاريع ممكن تساهم بالخدمة والتطوير في مجال الهندسة والمجالات المختلفة، اجتمعت ضمن معرض عم تستعد له كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية تحت عنوان شراكة مجتمعية لغد مشرق. شو المقصود بهيدا العنوان؟ شو بيتضمن؟ شو جديد المعرض؟ لنتعرف عليه أكثر معنا الدكتور غيث ورقزاق رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا للاستضافه. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نتعرف من حضرتك على معرض كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه واللي دائما بتقيموه بشكل دوري. بدايه هو المعرض هالسنه هو النسخه الثالثه من معرض كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه. المعرض برعايه كريمه من الاستاذ الدكتور رئيس جامعه دمشق محمد يسار عابدين. نحن المعرض كان بداياته من السنه من 3 سنين الماضيه كان عباره عن معرض للكليه حصرا، يعني مشاريع التخرج لطلابنا بالكليه اللي هن خلال 5 سنوات اكتسبوا خبره بالكليه وبالخبره العمليه وبالهندسه بالنهايه. كنا حابين نحن نقدم شيء يوصل للطلاب بالمجتمع. بصراحة هلأ كبرنا وكبروا معنا طلابنا وكبروا مشاريعهم، فهالسنة صار عنا نقلة جديدة اللي هي صار في عنا شراكة مع مؤسسات تعليمية إضافية، مو بس كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، صار عنا جامعات خاصة مشاركة معنا، في عنا المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، كلية الهندسة المعلوماتية، الكلية التطبيقية، جامعة دولية خاصة علوم التكنولوجيا، عن الجامعة السورية الخاصة وجامعة الشام الخاصة. فصار نوعا ما مثل كأنه نواة لمعرض خلينا نسميه تقني، بيشمل فيه التطور اللي صار بالعلم، وبنفس الوقت شيء بيخدم المجتمع، شيء نحن يعني بالنهاية نحن كجزء من هالمجتمع طلاب وأساتذة عايشين الواقع، فبدنا شيء يقدم شيء خدمة للمجتمع، وبنفس الوقت نعطي فرصة للطلاب لحتى يتواصلوا مع الشركات مع المجال العملي بعد قبل التخرج، نأمن لهم طريقة أو جسر خلينا نقول يدخلوا لسوق العمل فيها بالضبط، لا يتواصلوا مع سوق العمل بشكل مريح يعني بشكل مباشر وسريع. يعني يمكن هذا ترجم عنوان المعرض شراكة مجتمعية لغد مشرق، يعني عم نحكي مو فقط كلية الهندسة الميكانيكية، كل القطاعات. صحيح. فينا نقول خلينا نحكي عن هي المشاركة، لأنه دائما في مشاريع تخرج بيتم يمكن عرضها بمعارض بس ما بيتم تبنيها. نعم. خصوصا للظروف الآنية اللي عم نعيشها، يعني كل مشروع إذا ما بيخدم المجتمع أو الظرف الحالي اللي أنا موجودة فيه ما فيني استفاد منه. يمكن الهدف الأساسي لهذا المعرض هو هيدا الشيء بالضبط. نحن هالسنة والسنة الماضية صار يتبلور أكثر التوجه تبع المعرض. يعني مثل ما حكيت أنه البداية كان شوي نعرض ونبرز شغل الطلاب بمشاريع تخرجهم، لكن هلأ صار يتمحور باتجاه أنه هل هالمشروع بفيد الواقع الحالي، بفيد المجتمع، في صناعي ممكن يتبنى المشروع ولا لا. وبصراحة النتيجة من السنة الماضية كانت بلشت ثمارها خلينا نقول، يعني صار في شراكة هلأ في اتفاقية رح تتوقع مع غرفة صناعة دمشق، في مجموعة من الصناعيين زارونا السنة الماضية وأبدوا اهتمامهم بالمشاريع. وهلأ نحن أنا ما رح أقول كل الأسرار تبع المعرض، في شغلات في كم مشروع صار already يعني في تبني لإلهم، اهتموا بالقصة وقالوا نحن رح نكمل معكم تطويره، سواء كان البروتوتايب الحالي أو حتى النسخ الجديدة رح تجي بطلاب جدد يتابعوا بهذا المحور. هذا اللي كان بدي أسألك عليه دكتور، يعني اليوم دائما أي طالب بيتخرج من كلية عملية. نعم. مهمة ممكن يكون داعم للمجتمع تبعه، وخصوصا بظل الأزمات اللي عم نعيش فيها اليوم، أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، كتير طلاب عم يقترحوا مشاريع قريبة تترجم على الواقع. صحيح. ولكن عم بيكون ناقصهم التبني أو صلة الوصل مع السوق ومع الواقع والظروف. أنتوا كجهة خليني أقول راعية وداعمة لهم أكاديمية، هل اليوم في إمكانية لتطبيق هالمشاريع؟ شو هي المشاريع اللي ممكن تلقى الصيغة تبعيتها أرضية على طبعا واقعنا الحالي وبالتالي تتنفذ؟ هلأ المشاريع نحن كون كلية وفي عدة أقسام علمية، تقريبا نحن 8 أقسام علمية ككلية طبعا، والجامعات المشاركة كمان بتقاطع الأقسام الموجودة فيها مع أقسامنا العلمية، سواء كان أقسام علم الحاسب والاتصالات والإلكترونيات. فمعظم المشاريع نحن اخترناها، على فكرة نحن عنا 800 مشروع بالكلية حصرا لحالة، بس ما فات على المعرض معنا غير 90. فنحن بالاصل عملنا شويه غربله، يعني هي كلهم جيدين، كلهم لهم افكار، بس نحن بالضبط فكره تخدم المجتمع، تخدم الواقع، فحاولنا ناخذ المشاريع اللي هي جاهزه للاستثمار العملي،
فينا نحن مباشرة يجي مستثمر أو يجي صناعي يقول أنا هذا المشروع بيهمني، وهذا اللي أنا نوهت له قبل شوي أنه في فعل 4 5 مشاريع صار في عليها. لو ما بدك تحكي تفاصيل عن هاي المشاريع بشكل بس عام، بدنا نحكي مثلا هن له علاقة بالأتمتة، بالصناعة، بالروبوتات. في مشاريع نحن طالعين طبعا من حرب على بلدنا الحبيب، ففي جرحى، في الهندسة الطبية إلى دور كثير كبير. الذكاء الصناعي كمان عندنا مشاريع بالذكاء الصناعي كمان داخله بموضوع معالجه الصور او مساعده اصحاب ذوي الهمم اللي عندهم مشاكل بالعين. فهذا كله مشاريع نحن صارت منفذه وراح نشوفها بالمعرض، وهدول بالنسبه لنا هن خلينا نقول البايلوت بروجيكتس لا لا لهالقصه هي. ففي شغلات جاهزه نحن ممكن نستثمرها مباشره وبتخدم الواقع اللي نحن عايشينه حاليا. طيب دكتور غيث، يعني اشرت لنقط مهمه قديش في بعض المشاريع ممكن تخدم المجتمع والظروف الحاليه، خصوصا انه نحن طالعين من حرب يمكن وحصار اقتصادي. لما اقول غرفه صناعه دمشق مثلا تتبنى مشروع، فهذا المشروع بفيد يمكن ضمن الصناعه اللي تضررت بشكل كثير كبير من خلال ضرب المعامل، من خلال استهداف البنيه التحتيه، هي حتى تامين التجهيزات، توريد التجهيز، والتمويل نوعا ما فينا نقول، لانه تمويل هي المشاريع كمان مكلف. يعني فينا نقول بعض المشاريع ممكن، بس في المشاريع الاغلب مكلف ماديا، قديش فيني استثمره، واقتصاديا انا قديش فيني فوت. يعني بالقطاع الكهربائي في عندك مشاكل، بالقطاع الصناعي في عندك مشاكل. هي عمليه تشبيك بهيدا المعرض يمكن اليوم عم نشوفها. هو هذا نحن بالنهايه الهدف الثاني للمعرض اللي هو التشبيك بالمحاور والقطاعات الموجودين عندنا بالبلد. يعني نحن في عندنا صناعيين، في عندنا مستثمرين اوقات حتى بيجي بيستثمر بالافكار هي. فهالتشبيك هذا نحن عم نحاول نوصل بشكل مباشر. يعني احكي مثال صغير، هلا نحن كشركات في عنا راعين، كمان راعين ضيافي انا هن شركه بركات وشموط، كمان هن من راعين المستمرين معنا بالمعرض. بس بنفس الوقت نحن وقت قعدنا معه كان في موضوع انه مهندسين وشغل بالمهندسه. فنحن لما ناخذ الطالب نقول له رح يجي لعندك شركه، رح تشوف شغلك، كاني عم اعمل انا انترفيو للشغل تبعه. فالانترفيو بدل ما يروح يقعد بطريقه كثير هيك فورمال واتش ار واسئله واجوبه، لا، هلا صارت بالكليه نفسها بين قوسين بملعبه للطالب. يعني انه هذا الكليه صار لها 5 سنين، الضغط النفسي بيعرف عن شغله بالضبط، ما في ضغط نفسي، صار بيحكي بكل اريحيه، بيشرح تمام. يعني هالتلبيك اللي بصير بالمقابلات، خلينا نحكي مقابلات العمل بتخف. فنحن عمليا وصلنا الفكره انه هالمهندس هذا صار جاهز للحياه العمليه أكيد. والربط مع دكتور قبل ما نختم سريعا، المكان والزمان تسكير فيهم للمعرض. قبل انا بدي اتشكر كمان الهيئه العليا للبحث العلمي لرعايه المعرض، جمعيه علميه سوريه المعلومات، رعايه المعرض، الجامعات الخاصه ذكرته، المعهد العالي كمان مشاركين برعايه ومشاركه فعليه. المكان هو كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بطريق المطار. الزمان هو 23/11 الاثنين القادم، ويستمر حتى الخميس 26/11. كل الجهات المعنيه بنوجه لها اكيد تحيه، لانه اهميه تسليط الضوء على البحث العلمي طبعاً والمشاريع طبعاً اليوم بالزبط. اللي بتخدم ظروفنا الحاليه أكيد. فان شاء الله مستضيفك كمان الاسبوع القادم بعد المعرض لنشوف قديش تم ان شاء الله يا رب قديش تم فعلا تبني مشاريع وقديش فعلا راح تنفذ على ارض الواقع. نتشكرك كثير اكيد. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، وموفقين لكل طبعا شبابنا، الله يقويهم، وان شاء الله دائما بيكونوا عم يرفعوا راسنا بافكار ومشاريع مهمه. شيء بيبيض. شكرا لك.